انطلاقة شوطنا السادس ضمن انطلاقات هذا اليوم وهذه الفترة المسائية مع أشواطنا المفتوحة، ونتواصل وإياكم مع هذه المرحلة الأولى من عمر هذا المحلي السابع بإذن الله تعالى. وهذا هو يوم مخصص لأيام اللقاية، فترتنا المسائية هي مخصصة لأشواطنا المفتوحة. نبدأ ونتعرف وإياكم على مقدمة هذا الشوط. السيف يحتل المركز الأول، تعود ملكية السيف لهجن الشحانية وتضميره مع حمد بن علي بن حلفان المري. ننتقل للمركز الثاني. المركز الثاني يتواجد هنا مشاهدينا الكرام مياس، تعود ملكية مياس لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني وحسين بن محمد بن سالم بن سفران من يتابع في التضمير. أما المركز الثالث فالتقدم هنا من وافي، وافي لهجن الشحانية وتضمير وافي مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن دخول وتسلل على المركز الثالث من قبل مقرور لهجن الشحانية تضميره مع محمد بن خالد العطية. والمركز الرابع اللي غير واحتل المركز الثالث يتراجع هنا وافي لهجن الشحانية وتضميره مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الخامس يصل ويتسلل على المركز الخامس من احتل المركز الرابع في هذه اللحظات صياب صايب، تعود ملكية صايب لهجن الشحانية تضمير صايب مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الخامس من الجانب الأيمن، من الجانب اليمين اللي رقمه محجوب عنه، نعم هذا هو شاهين، تعود ملكية شاهين لهجن الشحانية وتضميره مع سالم بن جابر بن فاران المري. هذه نتيجتنا في ندائنا الثاني أو الأول، نعم هذا هو ندائنا الأول، أتممناه على حضراتكم للمراكز الخمسة المتقدمة الأولى. نعود وإياكم إلى السيف، السيف مع المركز الأول، السيف والوقت كالسيف يا ابن حلفان، إن لم تقطعه يكون قاطعا. يا سلام، نعم هذا هو السيف، السيف اغتنم فرصتك يا ابن يا ابن يا ابن حلفان. الله، يا سلام، حضور مميز لهذا الشاب حمد بن علي بن حلفان المري، دائما وابدا دائما حاضر هنا بشعار هجن الشحانية في المنافسات وفي عمق المنافسات. أهو يتواجد مع السيف، السيف لهجن الشحانية تضميره مع حمد بن علي بن حلفان المري. الدور والنقلة عند المركز الثاني، يصل صايب من يصل ويحتل المركز الثاني لهجن الشحانية وتضميره مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثالث فيتقدم على المركز الثالث شاهين لهجن الشحانية وتضمير شاهين مع سالم بن جابر بن فاران المري. ننتقل للمركز الرابع، من يحتل المركز الرابع يتقدم هنا وافي لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع في تضميره. أما المركز الخامس يتقدم على المركز الخامس، أول نداء لفلاح، هذا هو فلاح من يتقدم على المركز الخامس في أول نداء له في ندائنا الثاني، من يتقدم على خامس المراكز فلاح لهجن الشحانية وتضميره مع سالم بن جابر بن فاران المري. 2 كيلومتر على خط النهاية، والقيادة والمقدمة مع السيف، السيف مع المركز الأول، السيف مع مقدمة هذا الشوط، السيف مع المركز الأول ومرتاح هناك مع مقدمة هذا الشوط، مرتاح، راحة كاملة ما شاء الله تبارك الله. هنا يتخوف من الجمهور ويتخوف كذلك من كاميرا قناة الريان. يا سلام، الله ما شاء الله تبارك الله. يا السيف، السيف لهجن الشحانية، يا سلام على السيف وعلى تحركاته، وكذلك يضمره ويقوده في التضمير حمد بن علي بن حلفان المري، هو من يقود السيف في تضميره. ولكن أرى القعدان اللقاية تقترب لحظة بلحظة. يا سلام، تم الاقتراب، أول القادمين وأول الواصلين. صايب يريد أن يصيب الناموس بي 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 أيضا
صواب يريده كذلك. يا سلام، صايب صايب يصيب المركز الأول، يصيب هذا المركز المستهدف. يا سلام على صايب لهجن الشحانية وتضميره مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. مع صايب صايب يا سلام، ما ضاع الاسم يا أخواننا. نعم، 1200 1200 على خط النهاية. صايب يصيب المركز الأول ولهجن الشحانية تضميره مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني، يا سلام، وصل وصل وصل، هنا يصل وصول في هذه اللحظات من قبل شهيد لهجن الشحانية والمضمر سالم بن جابر بن فران المري، رافع راية التهديد. والمركز الثالث، هنا قادم فلاح لهجن الشحانية وتضميره مع الذهبي سالم بن جابر بن فران المري، ولكن قادم كذلك زكريت. زكريت في أول نداء له في هذه اللحظات لهجن الشحانية. حمد بن علي بن حلفان المري يتابع في التضمير، يصل على المركز الخامس. الوصول من مقادر، مقادر لهجن الشحانية، وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع مقادر في تضميره. ولكن نقادر من 600 متر الأخيرة، ونقول لكل المشاركين يا سلام. شوفوا زكريت، شوفوا زكريت يا مشاهدين، يا متابعين الكرام، هذا هو زكريت. أتى في الأمتار الأخيرة واحتل المركز الأول. هذا هو زكريت، هنا مع الصدارة مع المقدمة. زكريت زكريت، ولكن مقادر، مقادر يطالب بالناموس، مقادر على المركز الثاني. ولكن زكريت زكريت، خلاص خلاص، مع زكريت الناموس، الناموس نزفه ونحمله على ظهر زكريت إلى هجن الشحانية مباشرة من أرضية ميدانها ومن أرضية ميدان هذا التراث العريق. نعم، نزفه إلى هجن الشحانية على فوز زكريت وتحقيقه بالمركز الأول. المركز الثاني يصل فيهم قادر لهجن الشحانية. المركز الثالث، وصل فلاح لهجن الشحانية. المركز الرابع، وصل صايب لهجن الشحانية. والمركز الخامس، شاهين لهجن الشحانية. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. نهني هجن الشحانية على هذا الناموس وعلى انتزاع زكريت المركز الأول، يحمل اسم زكريت، هذا الاسم العريق، هذا الاسم المعروف هنا في دولتنا الحبيبة. 7 دقائق، 46 ثانية، 76 جزء من الثانية. هذا هو توقيت زكريت. تهانينا والناموس لهجن الشحانية الثانية موصولة لمضمر زكريت حمد بن علي بن حلفان المري. أما المركز الثاني فيصل فيه هنا مقادر، يقطع المسافة في 7 دقائق 47 ثانية، 70 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية الثانية موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثالث فيصل فيه فلاح، يقطع المسافة في زمن وقدره 7 دقائق. سبع دقائق 53 ثانية، 34 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت فلاح. تهانينا والناموس لهجن الشحانية الثانية موصولة لسالم بن جابر بن فاران المري.